كلشي معايا ديري ديك ديري ديك ديري ديك جود يلا تنشوف نقولوا معاهم ديري ديك اخويا وبديس في دارك ارجوك شكرا للتفاته الصح في المغرب فكي تشوفوا دائما الفنان هو دائما حاضر جميع المناسبات وهذه خير مناسبه على ان الفنان يكون حاضر في الحملات التحسيسيه ضد هذا الوباء هذا اللي جاح بالعالم باسره وحنا مازال الحمد لله نقاومه بشده بكل جواب بجميع الوسائل يعني بهذه الحملات التحسيسيه وبالالتفاتات طبعا وهذا شيء يعني شرف كبير الحضور ديال الفنانين اللي حاضرين اليوم باش انهم كذلك يساهموا من دورهم بهذه التوعيه هذه اللي كيقوموا بها ويشرفوا عليها طبعا المؤسسات التعليميه والمؤسسات المهتمه دائما يعني باش نتخلصوا من هذا الوباء اللي شكلنا واحد ما نكذبش عليك يعني الا جيتي تتفكر في هذا الوباء هذا جاء هكاك ولكنه راه خلف عند وسيرتو الجيل الجديد الاطفال الصغار لان حتى الناس الكبار مثلا اللي قارين التاريخ وعارفين الجائحات بحال هكا اللي دازوا في التاريخ ربما تعيشوا معهم لكن الجديد في هذا الفيروس ديال كورونا هو ان نشوف الاطفال الصغار كيفاش انه يتعايشوا مع بهذه المشاكل بهذه النتائج اللي وصلنا لها فنتمنوا من قلبنا احنا كفنانين طبعا نزيدوا نوعيوا بشتى الطرق فكاين دي كابسول فكاين الحوار فكاين الاشعار كاين الغناء جميع اللي يقدر الفنان يوعي بها هذه الجائحه هذه فغادي يكون حاضر ان شاء الله كيف دائما تكون حاضر الفنان وشكرا للصحافه المغربيه اللي كتكون حاضره دائما في مثل هذا على راس السيد الوالي وكذلك المحليه الاكاديميات اللي كتسنح لنا هذه الفرصه هذه وهذه الفرصه هذه عن طرق ماشي عن بعد للتواصل مع هذه البراعم لتحسيس الخطوره ديال هذا الوباء الخطير نتمنى الله بانه يمر باسرع وقت لانه ما بقيناش كنستعملوا اكثر من هذا الشيء هذا فنحن هنا للتوعيه نحن هنا للتحسيس وكذلك نشكر الاداره ديال مدرسه القدس قامت بهذه المدينه الجميله جميله جدا وكنتمنى كذلك من الله بانه تعم جميع المدارس المغربيه. شكرا نديرو مسافه الامان. تبارك الله هاد الناس راهم مأطرين اولا سي نعمان ما شاء الله كنشكر الاطر التربويه اللي مأطره هاد الناس. واحد المجموعه ديال الفنانات والفنانين الاطر التربيه واطر صحيه بزياره لمجموعه من المؤسسات ديناها بمدرسه القدس اللي حنا متواجدين فيها السهب الورد في جنانات فاس ومن بعد غنمشيو لليسي مولاي رشيد في عمليه تحسيسيه بالوباء طرق الوقايه وحضور واحد المجموعه ديال الفنانين تيطلع المعنويات ديال الاطفال لما تيشوفوا الناس جاو عندهم مشهورين جاو عندهم انا من هذا المنبر اطلب من جميع الفنانين وجميع الرياضيين وجميع المشهورين ان يزوروا المؤسسات لان غيساعدوا الاطفال لان الاطفال بلا ما نحسوا تيدوز بلا ما يحس بلا ما نعرفوها بزاف تيدوزوا من ظروف نفسيه عصيبه وما تيعرفوش كيفاش يعبروا عليها في زمن كورونا لان هذا الشيء جديد علينا كاملين فحضور واحد المجموعه ديال الفعاليات المشهوره في المدارس يمكن يطلع بالمعنويات ديالهم شكرا بارك الله يدا في يد حتى نتجاوز مرحله الخطر هذا البلاء المقدر وان لطف الله وقدر وفتحت المدارس ابوابها والكل حضر بالتدابير الاحترازيه ناخذ الحيطه والحضر هي خط احمر نحافظ بزاف انني متواجده في حمله تحسيسيه بحال هذه وكذلك في مدينه فاس على جانب مجموعه من الفنانين وفي الحقيقه حنا جينا باش نديرو حمله تحسيسيه ولكن تبارك الله لقينا الوليدات عارفين بان خصهم يديرو الكمامات كنهضرو مع الوليدات كاملين عارفين شنو هما الاحتياطات اللازمه اللي خصهم ياخدوها وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يرفع علينا هذا الوباء في القريب العاجل وترجع الحياه كما كان. هل من جديد في اعمالك الفنيه؟ اكيد كاين جديد ان شاء الله قريب غادي تعرفوه كيف ما عارف بان حنايا دابا كوفيد 19 ما كاينش حفلات ما كاينش مهرجانات كنوجدو كنخدمو شويه كنديرو لا برودكسيون ارتستيك ان شاء الله اللي غتخرج قريب صار
التي تعبر عن اعتزازنا كمغاربة جميعا بهويتنا المغربية وبتاريخنا وبنضالات أجدادنا والتلاحم الوثيق والدائم بين العرش والشعب عبر التاريخ. حضرة السادة والسيدات، تحية عالية، مرحبا بكم في هذا اللقاء التربوي. من الحضور الكريم الوقوف لنستمع للنشيد الوطني. ياتي تنظيم هذا اليوم وانطلاقا لايام تحسيسيه ستكون ان شاء الله في الاوساط التعليميه ومحيط المؤسسه، خصوصا الاباء والامهات. ولهذا اليوم هذه اللحمه من فنانين وسلطات محليه وسلطات صحيه ومجتمع مدني للتعبير للراي العام بانه اليوم كلنا يدا في يد من اجل مواجهه هذا الوباء في اوساط المدرسيه، في المجتمع، في السلوكات المدنيه وفي سلوكات المجتمع بصفه عامه. فاليوم الحمد لله نشهد هذا الحضور، فهو دعم واستشارة قوية من أجل احترام التدابير الوقائية واحترام الشروط الصحية من أجل محاربة هذا الوباء وتضافر جهود الجميع من أجل تجاوز هذه المرحلة الحمد لله حتى تمر على بلدنا آمنين مطمئنين إن شاء الله. وجدنا اليوم في هذه المؤسسة مؤسسة القدس في بداية حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة تلاميذ المؤسسة التعليمية، هذه انطلاقة وفي برنامج يعني أكثر دقة اللي غادي يشمل عدد أكبر من المؤسسات. كيفاش عليكم على أن التحسيس والتوعية هي الآلية الوحيدة اللي غتمكننا من التغلب على الوباء، وهذه الطريقة ديال التحسيس كتركز على التباعد الاجتماعي وعلى النظافة يعني عمل يومي دائم نفس السفر. شكرا لكم. السلام عليكم. فداء لصاحب الجلالة نصره الله على هذا التوعية، حملة التوعية والتوعية، حملة لهذا هذه المعلمة اللي اسمه لها شيء معلمة مثلا بالنسبة لي عندها تاريخ حقا ديال الوزارة وديال العلماء وشخصيات وطوق كبيرة في المغرب. جينا باش نوعيهم ولكن سبق الله لقيناهم يعني سبقونا ما شاء الله عليهم، لأنه تبارك الله الجيل الصاعد يعني أفكارها نيرة، وش عاد نقول لكم نتمنى على الله سبحانه وتعالى باش يرفع عنا هذا الوباء وتعود الأيام الجميلة والحفلات الجميلة.